احتفل المركز العلمي بالحدث الأول من نوعه على مستوى الكويت والعالم، وهو تكاثر أسماك القرش الرملية المهددة بالانقراض وإبقائها حية. أعربت مدير عام المركز العلمي رنا النيباري عن سعادتها بهذا الحدث الذي يؤكد الالتزام التام تجاه البيئة والمحافظة عليها واستدامتها. إنتاج قروش النمر الرملي المهددة بالانقراض، فخورين بهذا الحدث والذي يؤكد التزامنا التام تجاه البيئة وحرصنا على بذل كل جهد لتحقيق رسالتنا في رؤيتنا في المساهمة في الحفاظ على البيئة واستدامتها. نجاحنا في إنتاج قروش النمر الرملي جاء بفضل أولاً مرافقنا العالية الجودة وخبرة موظفينا المختصين والمستشارين العالميين، فنشكرهم جميعا على كل جهودهم خلال هذه السنوات. أسماك القرش من أهم العوامل التي تؤدي إلى التوازن البيئي في البحار، وإحنا ما نتكلم عن النمر الرملي، وإنما نتكلم ونحاول عن طريق المركز العلمي أن نبعث رسالة بيئية لجميع شرائح المجتمع الكويتي، وخصوصا من يرى في سمك القرش انه مجرد الفن سوب، اللي هي مجرد ان انا صيد اليريور وشفتهم بعيني، يعني يقص الزعنفه ويقط اليريور حي في الماء. طبعا اليريور راح يموت بطريقه عنيفه جدا، كل هذا علشان الفن سوب، الشارك فن سوب، اللي هو شوربه الزعانف والخرافات المتعلقه بشوربه الزعانف. المهم احنا نعتقد ان الرسالة البيئية اللي يتزعمها ويترأسها المركز العلمي، أحد المراكز التابعة لمؤسسة الكويت التقدم العلمي، هذه رسالة سامية للجيل الصاعد، للصغار اللي لازم يعرفون الدور الحقيقي، وأن أسماك القرش ليست هي جوز مجرد أنها تنقض على البشر. حالات الاعتداء على البشر اللي يسمونها الفيتاليتيز ترى ما تتجاوز 20 فيتاليتي بالسنة، بينما عدد الشاركس التي تصاد وتقتل أكثر من 4 ملايين بالسنة. فشتان، ما أدري من هو المجرم يعني.